تمرين اثنين في تمرين اثنين بقول إذا كان لديك البيانات التالية لدولة ما أو لمجتمع ما لمجتمع ما بملايين الدولارات عندنا دلوقتي مجموعة من البنود صف الاستثمار الصادرات واردات عوائد عناصر الإنتاج الدخل الشخصي المتاح الادخار الاستهلاك أقساط المعاشات الضرائب على الأرباح أرباح محتجزة مدفوعات الضمان إهلاك رأس المال الدخل الشخصي طيب إيه المطلوب مني الأوجد أوجد ما يلي الناتج المحلي الإجمالي الناتج القومي الإجمالي لضريبة ضريبه الدخل الضريبه الغير مباشره طيب الحل أول حاجة مطلوبة مننا دلوقتي هي الناتج المحلي الإجمالي، معروف إن الناتج المحلي الإجمالي بيساوي الاستهلاك زائد الاستثمار زائد الاستهلاك الحكومي زائد صافي الصادرات اللي هو الصادرات ناقص الواردات. بالتعويض المباشر بنجد بنحصل على قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن ما نقدرش نعمل هنا تعويض مباشر، ليه ما نقدرش نعمل تعويض مباشر؟ لأن قيمة الاستهلاك مش متاحة لدي بشكل مباشر، هو مديني الدخل الشخص المتاح ومديني الادخار، فبقول دلوقتي الاستهلاك بيساوي الدخل الشخص المتاح ناقص الادخار، كل ده عشان قيمة الاستهلاك بس، لو كانت قيمة الاستهلاك متاحة لدي في المثال كنت عوضت بشكل مباشر، بوب بالمثل بجد برضو ال... ال... الإجمالي الاستثمار، برضه هو مش مديني رقم الإجمالي الاستثمار ولكن مديني صافي الاستثمار ومديني إهلاك رأس المال، فأنا أجيب صافي الاستثمار وأجمع عليه إهلاك رأس المال فأحصل على إجمالي الاستثمار اللي هو إحنا ممكن بنستغل اللي إحنا بنستخدمه على طول في المعادلة بتاعتنا، يبقى دلوقتي لو ما إدانيش استهلاك الاستهلاك بشكل بند واحد على طول أو رقم واحد على طول أجيبه من الدخل الشخصي ومن الإدخار، وما ولو مدني لو ما اعطانيش اجمالي الاستثمار اجيبه من صافي الاستثمار واضيف عليه اهلاك راس المال وهذا ما حدث في هذا المثال رقم طبعا لسه احنا ما خلصناش لكن فاضل ايه بقى دلوقتي هنضيف بعد كده على الاستهلاك العائلي وعلى الاستثمار هنضيف الاستهلاك الحكومي زاد الصادرات ناقص الواردات زحمه زي ما احنا شايفين بالظبط اذا الناتج المحلي الاجمالي بيساوي اهو ادي قيمه الاستهلاك وادي قيمه اجمالي الاستثمار وبعد كده ده الانفاق الحكومي وهو دوت 1920 الصادرات ناقص 700 اللي هي الواردات في النهايه خالص الناتج المحلي الاجمالي طلع 17000 طلع 17780 طيب الرقم اثنين او المطلوب رقم اثنين اللي هو الناتج القومي الاجمالي، بيقولوا ان الناتج القومي الاجمالي بيساوي الناتج المحلي الاجمالي زائد صافي عوائد عناصر الانتاج الخارجي، طيب ايه يبقى الناتج المحلي احنا لسه حاسبينه الان ال 17780 دي اللي هي الناتج المحلي اهي زي لسه ش... لا. لسه محسوبه الان يعني، طيب وبعدين زائد صافي عوائد عناصر الانتاج دي موجوده عندنا في المعطيات بتاعت المثال، فبيساوي لو جمعنا الرقم 17780 مع الرقم هذا هذا الرقم السالب فبحصل على <applause> المطلوب الثالث اللي هو ضريبه الدخل ضريبه الدخل معروف ان الدخل الشخصي بيساوي الدخل الشخصي ناقص ضريبه الدخل دي حاجه احنا خدناها اكثر من مره الدخل الشخصي المتاح يساوي الدخل الشخصي ناقص ضريبه الدخل واذا ضريبه الدخل بتساوي الدخل الشخصي اذا ضريبه الدخل اذا ضريبه الدخل هذه اللي هي في طرف اليسار عايزها لوحدها في طرف يبقى بتساوي على طول الدخل الشخصي ناقص الدخل الشخصي المتاح طيب طبعا انت دلوقتي عندك قيمه الدخل الشخصي وعندك قيمه الدخل الشخصي المتاح فبتطرح الاثنين مع بعض بتحصل على قيمة ضريبة الدخل هي 1970 باقي لدينا دلوقتي ان احنا نجيب الضرائب غير المباشرة طبعا عشان نجيب الضرائب غير المباشرة لازم نعرف ان الضرائب غير المباشرة في الاساس بتساوي الناتج المحلي الصافي ناقص الدخل المحلي الصافي نركز في الكلام بس الدخل الضرائب غير المباشرة الضرائب غير المباشرة بتساوي بتساوي ايه في الاساس بتساوي الناتج المحلي الصافي ناقص الدخل المحلي الصافي طيب لازم دلوقتي اجيب قيمه الدخل المحلي الصافي واجيب قيمه الناتج المحلي الصافي واقول الدخل واقول ان الضريبه بتساوي الناتج ناقص الدخل طيب يبقى انا لازم اجيب واحده واحده الدخل الشخصي بيساوي ايه احنا عارفين ان الدخل الشخصي احنا لسه موجود عندنا بيساوي 8470 دي في المثال المعطيات طيب الكلام ده بيساوي ايه بتقول بيساوي الدخل المحلي الصافي نفسه اللي انا عايز اجيب قيمته دلوقتي عشان احسب منه ايه الضرائب غير المباشره دخل محل الصافي ناقص اقساط معاشات التقاعد ناقص ناقص ضرائب على ارباح الشركات ناقص ارباح محتجزه زائد مدفوعات الضمان الاجتماعي يبقى الكلام ده كله بيساوي ايه بيساوي 8470 معطى بيساوي الدخل المحلي الصافي المطلوب ناقص اللي هو اقساط معاشات التقاعد 3520 ناقص ضرائب على ارباح الشركات هتطلع مش موجود عندنا هنا صفر ناقص الارباح المحتجزه اللي هي 3100 زائد مدفوعات الضمان الاجتماعي من المعادله دي بعرف اوصل لقيمه الدخل المحلي الصافي اللي هو في النهايه خالص 14 1410 طب انا جبت دلوقتي الدخل المحلي الصافي فاضل ايه عشان احسب الضرايب غير المباشره؟ لازم اجيب قيمه الناتج المحلي الصافي، لازم اجيب قيمه الناتج المحلي الصافي لان انا قلت من شويه ان الضرايب غير المباشره ما هي الا الناتج المحلي الصافي ناقص او طرح الدخل المحلي الصافي، فلازم اجيب فانا جبت الدخل المحلي باقي لي دلوقتي باقي لي ان انا احسب الناتج المحلي الايه؟ الصافي، طب الناتج المحلي الصافي بيساوي الاجمالي، الناتج المحلي الاجمالي ناقص اهلاك راس المال، طب ما هو الاجمالي 16780 ما احنا لسه حاسبينها ناقص اهلاك راس المال معطيات 1550 يعني الكلام ده كله بيساوي 16230 يبقى بقول اذا الضرائب غير مباشره بما ان الضرائب غير مباشره بتساوي الناتج المحلي الصافي ناقص الدخل المحلي الصافي يبقى اذا الضرائب غير مباشره بتساوي 16230 اللي هي الناتج المحلي الصافي ناقص الدخل المحلي الصافي 14410 بيساوي 1820